وأنتقل الآن مباشرة إلى ريف درعا مع مراسل الأخبار الآن محمد الحوراني. محمد مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن انتشار الشرطة العسكرية بأحياء درعا المحطة تحديدا، ما الذي يجري بالتحديد؟ إلى أي مدى فعلا وقف تصعيد أثبت نجاحه إلى الآن؟ نعم خديجة مساء الخير. فعليا دخلت قوات الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا المحطة وإلى منطقة دير البخت ومنطقة القنية وبلدة إزرع وأيضا منطقة المثلث المعروفة بمثلث الموت التي تربط ما بين المحافظات السورية الثلاث درعا والقنيطرة وريف دمشق. هذه القوات دخلت بالفعل حسب ما أكدت لنا مصادر موجودة متواجدة هناك. هذه القوات جاءت حسب اتفاق وقف إطلاق النار، هي لمراقبة هذا الاتفاق، التسجيل لمراقبة الخروقات من الجانب النظام الأسد، كون أن روسيا هي الضامن لقرار وقف إطلاق النار للنظام في هذا الاتفاق، فهي تقوم بمراقبة إطلاق النار من جهة المناطق التي سيطر عليها النظام وهي مناطق استراتيجية، مناطق سيطر عليها قوات الأسد منذ فترة. أكد لنا ناشطون أن هناك الحواجز متواجدة، رفعت أعلام روسية حتى تنذر بوجودها، قامت بعمليات تفتيش للمرة. في هذه النقطة نعم. قبل أن ندخل في موضوع الإجراءات التي اتخذت، يعني المناطق هي مناطق النظام فقط، ليس هناك أي تنسيق أيضا مع مثلا الجبهة الجنوبية لنشر بعض القوات في مناطق المعارضة أيضا؟ يعني إلى الآن موضوع مقتصر على مناطق سيطرة النظام، صحيح؟ فعليا خديجة، حسب اجتماع عمان الذي عقد منذ الأحد الماضي ما بين فصائل المعارضة في الجبهة الجنوبية والجانب الأمريكي والجانب الروسي، أطلعتنا المعارضة وقالت لنا أن هذه القوات هي ستتواجد في مناطق سيطرة النظام، هي قوات روسية. أما في مناطق المعارضة ربما يكون هناك وجود لقوات أجنبية عربية لتراقب قرار وقف إطلاق النار من جهة مناطق المعارضة. هناك بنود لحد الآن لم تخرج على العلن، الاجتماعات ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة في العاصمة عمان مع قوات المعارضة ومن فصائل ثورية في الجنوب السوري لمناقشة بنود قرار وقف إطلاق النار. هناك بعض التسريبات قد حصلنا عليها ولكن ليست مؤكدة حتى هذه اللحظة بشكل رسمي. هناك اتفاق بتخفيف التصعيد بعمق 43 كيلومتر من الحدود الأردنية وأيضا 43 كيلومتر من جهة أراضي الجولان. المعارضة قالت يجب أن تنسحب قوات النظام والميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله بهذه المسافة حتى يتم تطبيق قرار وقف إطلاق النار بشكل جدي. فعليا هناك أيضا تم مناقشة موضوع معبر النصيب الحدودي، أن هذا المعبر سيقع تحت إدارة محلية لمجلس محافظ درعا الحرة ويقوم تأمين القوافل التجارية وتأمين أمن المعبر الحدودي من جهة الجيش الحر. خديجة، الجدير بالذكر أن قوات المعارضة في الجبهة الجنوبية كانت مصرة على إدخال غوطة دمشق الشرقية وأيضا ريف حمص ضمن هذا الاتفاق حتى يتم تطبيق القرار بشكل كامل. نعم خديجة. طيب محمد، كنت تتحدث عن موضوع الإجراءات على الحواجز في مناطق انتشار قوات رجال الشرطة والقوات العسكرية الروسية في مناطق النظام، حصلت على معلومات من ناشطين، ماذا كانت هذه الإجراءات باختصار؟ المعلومات التي حصلنا عليها هي عبارة من شخصيات مدنية قد تنقلت ما بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة النظام، هم موظفين في دوائر حكومية داخل مناطق النظام. هذه الإجراءات كانت تقتصر على تفتيش الأسماء، تفتيش اللباس، تفتيش السيارات من عيارات نارية أو من تبعيات أخرى ربما للقوات الروسية، نظرة أخرى بالنسبة لهذا التفتيش. ولكن جميع المارة أخبرونا أن هناك معاملة جيدة تختلف عن ما سبق من قبل هذه الحواجز. خديجة، فعليا القوات الروسية وقوات الشرطة العسكرية هي موجودة لمراقبة وقف إطلاق النار. شهدنا الأيام الماضية منذ تطبيق القرار أن هناك خروقات بسيطة حصلت من قبل قوات النظام، فوجب على الطرف الضامن أن يكون موجود حتى يحد من هذه الخروقات وتكون الهدنة تسير بما متفق عليها. الجدير بالذكر أيضا خديجة أن هناك تفاؤل من قبل المدنيين، من قبل الأهالي هنا بالنسبة لهذا القرار، قرار وقف إطلاق النار. شكرا لك محمد الحوراني مراسل أخبار الآن، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من ريف درعا.